بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أمير عادل من موقع thegenius.com. النهاردة هنتكلم إزاي نشغل أي برامج أو ألعاب للأندرويد على الكمبيوتر بتاعك. يعني مثلا في موقع اسمه جوجل بلاي، أكيد معظم الناس تعرف الموقع ده بيقدم أبليكيشنز وألعاب لموبايل أندرويد بس، الأوبريتنج سيستم يكون أندرويد بس، تمام. طبعا الألعاب والأبليكيشن دي ما ينفعش تشغلها إلا على الموبايل اللي هو أندرويد. في طريقة اللي احنا ممكن نشغل أي ألعاب أو برامج من جوجل بلاي أو أي موقع تاني للأندرويد على الكمبيوتر. يعني هو برنامج، عبارة عن برنامج بيدي لك شكل موبايل أندرويد وتقدر تشغل عليه أي ألعاب أو برامج أندرويد على الكمبيوتر. بعد ما نحمل البرنامج من الرابط اللي موجود تحت الفيديو على اليوتيوب أو على الموقع بتاعنا thegenius.com، هنحمله من رابط ميديا فاير. بعد كده هندخل على الرابط، رسالة الأدمين يس، وننتظر تحميل ثواني. البرنامج ما بيتسطبش، كل اللي هو بيعمله بيعمل داونلود مع تصديق. هنشاهد مع بعض هنا داونلودينج ريتايم داتا، بيعمل داونلود، الداونلود بتاعه بسرعة مش بياخد وقت. دي الألعاب الموجودة في البرنامج اوريدي، يعني موجودة مش محتاج ان انت تنزلها، وكمان ممكن تنزل اي ألعاب أو برامج أنت عايزها. هنلاحظ مع بعض اللي هو بيعمل ريستارتنج، اسم البرنامج بلو ستاكس، برنامج مشهور جدا في تشغيل الألعاب والبرامج الأندرويد على الكمبيوتر. طبعا هنلاحظ البرنامج بعد ما اشتغل ادانا واجهة أندرويد، يعني الواجهة الخاصة بأي موبايل أندرويد. يعني أنت لو عندك موبايل أندرويد وشفت الفيديو ده او شفت البرنامج ده، هتحس ان انت بتستخدم موبايل اندرويد بتاعك عادي جدا. يعني هنكبر السكرين شوية. هنلاحظ ان بعد ما فتح البرنامج واتسطب، جاب لنا الفيسبوك وتويتر زي ما احنا شايفين معانا، اكننا بالظبط على اي موبايل اندرويد. لو انت مثلا عايز لعبة معينة من على او للاندرويد، هتخش على موقع جوجل، هنلاحظ ان موجود فيه برامج والعاب وابليكيشنز كتير جدا، في منها فري وفي منها باي كريديت. ممكن نختار اي لعبة زي ما احنا شايفين، او اللي احنا ناخد اسم اللعبة. يعني احنا لو خدنا مع بعض اسم اللعبة وننزلها من البرنامج بتاعنا، لان ممكن في العاب ما تنزلش، هنلاحظ ان لازم يكون عندنا او لازم ننزلها من موبايل اندرويد مباشرة. عشان كده اللعبة اللي هتعجبنا ناخد اسم اللعبة، وهي هندخل في البرنامج ونعمل سيرش اسم اللعبة سيرش. هنلاحظ ان نفس التقسيم بتاع الابليكيشن، لاحظ اللعبة اللي احنا اخترناها من هنا هي فعلا اللي موجودة هنا، ونعمل انستول فور اب ستور. يعني في عندنا امازون، طبعا نختار اب ستور اللي هو جوجل بلاي، بيكون احسن وافضل. نكبر السكرين، هنلاحظ ان اكننا فعلا على واجهة موبايل اندرويد، يعني نفس الابليكيشنز ونفس الشكل بالظبط بتاع اندرويد. ممكن نعمل انستول عادي جدا في قائمة زي قائمة الابليكيشنز ستارتد في اندرويد، ونعمل اكسبت اند داونلود، و نعمل داونلود. وطبعا زي ما احنا شايفين
اللعبة بتحمل عادي خالص زي أي لعبة بنحملها على موبايل أندرويد. تقدر تنزل الألعاب والبرامج بنفس الطريقة اللي إحنا نزلنا بيها، أو اللي أنت هتدخل على اللعبة اللي أنت عايزها من هنا وتدوس على سيرش وتكتب اسم اللعبة اللي عايزها من جوجل بلاي. نشوفكم بإذن الله في موضوع تاني من مواضيع سجينس.com، وما تنساش تعمل لايك للموضوع وشير بحيث يستفاد غيرك من الموضوع، وشكرا.